عنيتك بس هدي عنيتك بلالي نادى علي محمد هوا بلالي نادى علي محمد هوا شلك جيت وحليت في صحنك ودمعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، وهذه التغطية الخاصة بمناسبة مولد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لننقل لكم تهاني وتبريكات الموالين لآل البيت من منطقة بين الحرمين وقرب الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. على غبار العتب صار يتعفر جبيني بأدب محبين صحت وين مولى العجم ويا العرب رحت لي وهو علي. تستمر معكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية وهذه التغطية الخاصة لنقل تهاني وتبريكات الموالين لآل البيت الكرام بمناسبة ولادة شمس الشموس وسلطان النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. نلتقي مع الحاج عبد الرحمن الحسن. من وين حاج؟ من محافظة البصرة. حياكم الله. أهلاً بمناسبة ولادة الإمام الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئ صاحب العصر والزمان الإمام المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه والعالم الإسلامي أجمع ومراجع الدين العظام بولادة ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ونسأل الله بهذه المناسبة العظيمة أن يفرج عن بلدنا بالأمن والأمان وأن يحفظ علماءنا ويحفظ بلدنا ويجعله آمنا. حاج دعواتكم بالفرج؟ نسأل الله أن يعجل فرج صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة العظيمة والأمن والأمان لهذا البلد. قلبي وكم ضرب ضرب لو بيدي حضنيتك وبصدري حضيتك لو بيدي حضنيتك وبصدري حضيتك دلالي نادى علي ومحمد هواك دلالي نادى علي ومحمد هواك. نستمر معكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية بنقل تهاني وتبريكات الموالين لآل البيت الكرام من جوار مرقد الإمام أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ونلتقي بالأخ نمير من محافظة كربلاء. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نهني العالم الإسلامي والمراجع العظام بمناسبة ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وإن شاء الله بهذه المناسبة نجعل الأمة الإسلامية تفرح بكون من كل قلب إن شاء الله، يجعلها ميمون على الشعب العراقي المظلوم اللي عانى معاناة صعبة كلش. إن شاء الله يا ربي بحق الإمام المنتظر عجل الله فرجه يفرجها علينا، يفرج الأمة الإسلامية عليها. اللهم صل على دعواتكم بتعجيل الفرج إن شاء الله، ما كلنا نتمنى هذا الشيء، دعواتنا بظهور الإمام عجل الله فرجه المنتظر عليه السلام. اللهم صل على محمد. شكرا جزيلا. مستمرين معكم بهذه التغطية الخاصة ومن كربلاء المقدسة لنقل تهاني وتبريكات الموالين لآل البيت، فابقوا معنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتوجه بالسلام والتحية لإمامنا شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس الراضي بالقدر والقضاء الإمام المرتضى إمامنا سيد مولاه علي بن موسى الرضا. نهنئ جده أبا عبد الله الحسين عليه السلام، ومن بابه أتوجه بسلامي وتحيتي وتهنئتي لمراجعنا العظام ولجميع إخواننا المؤمنين وجميع خدام أهل البيت وخدام العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والعلوية ولمرقد العلوية الشريفة ومنتسبها. وأتوجه أيضا بسلامي وتحيتي لآل بيت رسول الله أجمعين في هذا اليوم وفي هذه الساعة بهذا المولد العظيم والمولد الكريم، مولد سابع الأئمة سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا. وأرفع تهنئتي لأبنائنا
إخواننا أبناء الحشد الشعبي المقدس وأبناء القوات الأمنية والجيش الباسل، وهم يدافعون عنا وعن مذهبنا، ويدافعون عن أرضنا وعرضنا، ويدافعون عن كل مبادئنا حفظا على وحدة العراق وشعبه بكل طوائفه. نهنئ إخواننا في كل مكان، شيعة أمير المؤمنين والأمة الطاهرين بهذه المناسبة العظيمة، وأيضا أهلي وأحبتي وأولادي وولدي وبناتي وأخوتي وأخواتي وأقربائي في قضاء خانقين ومندلي وبغداد وفي كل مكان، نيابة عنهم الزيارة والدعاء إن شاء الله. نحن ننتظر وبفارغ الصبر وطوال هذه السنين إننا على انتظار وموعد مع الإمام الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام، نجدد له البيعة والعهد والعقد والولاية له وعند جده أبا عبد الله الحسين عليه السلام، ولآباء الأئمة الطاهرين وسفرائه الأربع ووزيره الخضر الحي ورجاله الأبدال. نوجه دعوتنا وتهنئتنا وتبركتنا تبركاتنا له بهذه المناسبة العظيمة، ولجميع جميع خدام آل بيت رسول الله أجمعين، وعجل الله فرجه الشريف، ونكون جنودا تحت لوائه ومن أنصاره والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. وشكرا لكادر قناة الإمام الحسين ولجميع أخوتنا المشاركين والذين يبذلون الجهد لنقل واقع الحال من كربلاء المقدسة إلى كل مكان في العالم، وأيضا إخواننا في كل مكان في اليمن ولبنان وإيران وباكستان وكل مكان، نبعث لهم التهنئة والتبركات بهذا المولد العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى المشلول على طول، فسلم نحرفك ترى والمدفون غدا يشوف، بس اسمك امسى يكرر والمصموم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهني العالم الإسلامي ومراجع الدين العظام وكافة شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بولادة الإمام علي بن مسردة شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم ورحمة الله. يوم لك أمس داء يذكر وأنا ترجيت تشفع لي من جيتك، وأنا ترجيت تشفع لي من جيتك دلالي نادى محمد هو. متواصلين معكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، وهذه التغطية الخاصة من جوار مرقد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لنقل تهاني وتبريكات الموالين لأهل البيت بمناسبة ولادة النور الثامن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ونلتقي بالحاج عباس الورشو من أهالي النجف الأشرف خدام. أهلا ومرحبا الحسين، الله يخليك بارك الله بيكم. هذه الفرصة الحميمة والقيمة بولادة سيدي ومولاي ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا شمس الشموس. اللهم عجل وليك الفرج بحق محمد وآل محمد. جئناك يا سيدي يا مولاي أبا عبد الله الحسين بهذه الولادة، نهنيك بولادة سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا. جئناك من النجف الأشرف على أقدامنا وبتحية منا وبكل سرور وبكل أمان. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحمنا من كل مكروه، اللهم ارفع الغم عنا بحق محمد وآل محمد. نشكر هذه القناة المباركة الموفقة والمقدرة بهذه المناسبة الجميلة، بارك الله بكم. دعواتنا اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وآل محمد في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا بحق محمد وآل محمد. اللهم انصرنا بحق الحسين،
اللهم انصرنا من نصر الدين، اللهم انصرنا بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، بارك الله. متواصلين معكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين، وهذه التغطية الخاصة من جوار مرقد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لنلتقي بالحاج أبو حسن الشيخ علي القرعاوي النجف الأشراف، أهلا ومرحبا. الله يسلمك، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو فضل عباس، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم نهني المرجعية بولادة سيدنا مولانا علي موسى الرضا، ونهني الشعب العراقي بهاي الولادة الشريفة، وندعي من الله وأمير المؤمنين وأبا عبد الله الحسين يصفي القلوب ويهدي النفوس. نريد هذا الأمر إن شاء الله يعدي على خير، وإن شاء الله ندعي لأمة محمد، وإحنا من عرض أمة محمد بالخير والبركة إن شاء الله والإيمان. دعواتكم بتعجيل الفرج؟ نسأل إن شاء الله من الله وأبا عبد الله الحسين وسيدي ومولاي عجل الله فجر الشريف أن يحفظ هذه الأمة ويوخر هذه الطلايب والمشاكل عن هذا البلد الجريح. الله يسلمك. دلالي نادى محمد هو نستمر معكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية بنقل التغطية الخاصة بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن من منطقة ما بين الحرمين الشريفين ومن جوار المرقدين الطاهرين. لنلتقي بالحاج. نعم. اسم جلالكم حجنا؟ محمد، الحاج محمد باجي. حياكم الله حجنا. من العمارة. حياكم الله. حياك الله. تهنياتكم بمناسبة ولادة الإمام الرضا. نهني العالم الإسلامي والمراجع العظام بمناسبة ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه. وندعو الله عز وجل أن يمن على الإسلام والمسلمين بالأمان والصحة، والنصر الدائم لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي. دعوات ندعي لكل الأمة الإسلامية بالأمن والأمان، ولتعجيل فرج الإمام الحج عجل الله فرجه وسلم محمد. وصلنا وإياكم أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية إلى ختام هذه التغطية الخاصة بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى تغطيات أخرى، تقبلوا تحياتي علي الخالدي، كربلاء المقدسة.